شو رح تعملوا ببيت عنيا غير تصلوا الأربعة بعد بكرة؟ شو رايحين تعملوا؟ صلاة يعني بس؟ هي إذا بدك المسألة هي يعني كأنه البطريرك عنده رغبة بأنه يستبدل صورة سياسية بصورة روحية بجمعة ألم الألم فقط؟ ما رح ينتج عن هذا الشيء مثلا ممكن إمكانية أنه التقاء معين مع راب اثنين؟ سيدي جوزيفين اليوم هلأ قبل ما أجي أطلع معك كان دكتور جعجع على هواء إذاعة الاثنين الحال سؤال حول هذا الموضوع، طلع قال نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى كيف بدنا نروح على معرب اثنين أو إعادة تفاهم نحن والتيار وهذا الفريق ما عمل مراجعة بالحد الأدنى من الباب الأساسي اللي له علاقة بشراكته مع حزب الله. ما نحن ما وصلنا لهون إلا لأنه في فريق من المسيحيين خرج على ثوابت المسيحيين التاريخية وتحالف مع فريق هو إذا بدك بشكل نقيض ثوابت المسيحيين وتطلعاتهم ورؤيتهم لدولة في لبنان. نعم. وطلع أكد النائب جبران باسيل بآخر إطلالته أنه عمل معادلة هو بالنسبة له الدولة أولا ومن ثم المقاومة، بالنسبة للسيد نصر الله المقاومة أولا ومن ثم الدولة. بعدهم هناك شباب، نحن بالنسبة لنا إذا ما في مراجعة على هذه النقطة يعني ما بنكون عملنا شيء. النقطة الثانية خي نحن بال 2016 نحن دعمناكم، تفضلوا قولوا نحن إذا بدكم تتقاربوا منا في مرشح أنتم مقدمينه اسمه النائب مش المعوض وندعمه. من هون بنبلش، ما فينا نرجع نروح على معرب اثنين قبل ما يصير في انفصال جدي واستراتيجي بين التيار وبين الحزب. من هون بس بعد في أكثر من هيك انفصال؟ صبح وظهر وعشية كلهم بيأكدوا أنه الانفصال حصل. أستاذي جوزيفين الانفصال هو سلطوي يحصل عندما يخرج الرئيس عون أو النائب جبران باسيل ويقول بالفم الملآن الأزمة في لبنان سببها سلاح حزب الله ولا خلاص من هذه الأزمة قبل أن يسلم حزب الله سلاحه للدولة. قبل ذلك كله كلام للاستهلاك. طيب. لأنه لو رشح سيد نصر الله النائب جبران باسيل مش النائب السابق إسلامية فرنجية كل هالإشكالية ما كانت قائمة. شو قلنا وقلكم لبناننا ولبنانكم؟ لا بمعنى على الساعة. لا بمعنى شو؟ بس شغلي خطابكم عم بينقز يا استاذ شارل، هذا خطاب القوات اللبنانيه لقلنا ولقلكم لبناننا ولبنانكم، يعني بذكر بالتقسيم، بذكر انه بدكم لبنان الواحد، ما بدكم تعيشوا مع حدا غيركم بالبلد. صح. خطابكم عم بينقز خصومكم، يعني اذا مفكرين انه تعوا تنتلاقى على مساحه مشتركه ببطلوا، بقولوا ليك والجميع، ولا بل اكثر بيستعملوا هذا الخطاب لدى السعودي انه ليك حلفائكم المسيحيين ما بدون الطائف، ما بدون لبنان الواحد، بدون يقسموا. طيب لك يا استاذ جوزيفين، نحن بعدنا عم نعيش بنفس الخطاب من 50 سنه لليوم. في حدا اجى قال للبنانيين اذا انتم ما كنتوا مع الثوره الفلسطينيه في لبنان انتم تقسيميين امبرياليين اسرائيليين. وفي حدا اجى قال للبنانيين اذا انتم منكم مع الاحتلال السوري للبنان انتم امريكيين وامبرياليين وتقسيميين واسرائيليين. في حدا عم بيقول للبنانيين اليوم والاهميه انه خلص عم تسقط هاي الايديولوجيا والادبيات، عم بيقول لهم اليوم انتم يا بتكونوا مع مشروع المقاومه في لبنان يا انتم امبرياليين وتقسيميين واسرائيليين. خلينا احنا عم نقول بشكل واضح، نحن نريد من الخمسين سنه لليوم بنقول نفس الكلام، نحن نريد جمهوريه لبنانيه لجميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، وما في حدا اللي هو اذا بدك عامل مشروع انقلابي على الدستور وعلى اتفاق الطائف وعلى على مشروع الدولي في لبنان ومقسم مناطقه وعنده وضعيه امنيه وعسكريه واقتصاديه وماليه وثقافيه يجي يتهمني اللي انا بالتقسيم. احنا عم نجي نقول بشكل واضح، نحن كلبنانيين مجتمع تعددي نريد ان نعيش ضمن مساحه 10452 ضمن مفهوم دولي سياده استقرار دستور ازدهار. اذا انت مفكر انه انت فيك تبقى مسيطر علي واخذني رهينه بمشروعك، لا انت غلطان، ما فينا نكفي هيك. استاذ جوزيفين وصلنا الى مكان هذا ببرر الخطاب تبع لبناننا ولبنانكم؟ بدهم يسمعوا اصوات اللبنانيين، بدهم يسمعوا الناس شو عم تحكي، الناس عم بتقول وصلت لمكان، خي ما بقى فينا نكفي خلص. يعني هذا انه انتم تكونوا اخذيننا
بطياره مخطوفه خاطفين طياره واخدينا الى المكان اللي ما بيشبهها والى ومش قادره تغط بالمحل اللي بدها تغط فيه تتعامل دوله. خي ما بقى فينا نكفي بهذا السياق، وما بقى فيكم تعتمدوا هذا الخطاب التخويني، يا اما ما نسلم بمشروعكم يلي هو المشروع الانعزالي والتقسيمي والفئوي واللي اخذ لبنان على غير مكان اللي بيشبهه مش مشروعنا بس. ولكن يعني اذا بدك هي في مقوله بيقولوها اوقات اصحابنا انه الشيخ بشير جميل كان بده لبنان الصغير كان بده لبنان الصغير وبعدين من ثم انه راح بلبنان الكبير، كان بده لبنان صغير لانه مش قادر يحكم لبنان الكبير، ولما صار قادر يحكم لبنان الكبير تخلى على لبنان الصغير. خيب مش هيك، نحن على طول منا 10452 على طول بس. ولكن بنفس الوقت اذا انت ما عم بتخلي يكون في دوله فعليه ما فينا نضل ماشيين بهذا المسار الى ما شاء الله. وانا عم بقول لك من اكثر حدا مبسوط بكلام الشيخ نعيم امبارح، كثير مهم يضلوا على هذا المبدا استاذ جوزيف، لانه اكبر خطا نرجع لفوتنا 6 سنوات اذا بلحظه من اللحظات حس حزب الله ضغطت عليه ايران وتخلى عن نائب سابق اسلاميه فرنجيه وفت باي مرشح رئاسي من دون ضمانات مش 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 بيجيبها حزب الله. نحن نريد ضمانات، والضمانات اللي لنا اياها نريد ضمانات من خلال بفتره 6 اشهر أوكي. 6 اشهر مع اول رئيس جمهوريه تنروح على مرحله ترجع تخدنا على بناء دوله، يعني رسم خريطه الدوله في لبنان. لا يكفي انتخاب رئيس،